نريد أن نسأل الدكتور الخمسي عن طبيعة نشاط هؤلاء وما حجم الخطر الحقيقي عندما نتحدث عن هؤلاء وقد تم تجنيدهم وتسليحهم وتدريبهم على السلاح منذ أن كانوا أطفالا صغارا. نعم، لو تفضلت الأخت جوهرة، وربطا بالموضوع يعني بقضية الأطفال، هناك إشارة لابد من الانتباه إليها، وأن وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو من خلال اتفاق المغرب مع الأمم المتحدة واتفاق البوليزاريو مع الأمم المتحدة في 1991، الأطفال، إذا افترضنا أن الأطفال الذين كانوا في سنة 1991 عمرهم 10 سنوات هم الآن يعني رجال في الأربعينيات من أعمارهم، من 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 1991 إلى الآن كانت الحرب متوقفة، وبالتالي كانت جبهة البوليزاريو عليها، يعني معبر عن المصطلح، عليها نوع من العبء لهؤلاء الأطفال الذين كانت تدفع بهم إلى الحرب. يعني ماذا عساها ستفعل بهم؟ كانوا هؤلاء الأطفال، يعني لابد من الإشارة إلى القضايا التي تفجرت في إسبانيا حول ما يسمى بتبني أطفال تندوف، وهي في الحقيقة تجارة أطفال وخصوصا النساء. قضية ديال بيع الأطفال خصوصا في إسبانيا، لأن هذا اللي تفجر في المجتمع المدني الإسباني، في المجتمع الحقوق الإسباني، ثم كان الدفع بهم ليس فقط لتدريبهم في كوبا وفي غيرها من دول من الدول التي كانت على يعني على على منوال البوليزاريو تفكيرا، كان هناك ايضا استثمار او استغلال هؤلاء الاطفال في حقول المخدرات، في تجاره المخدرات، في حروب العصابات في امريكا اللاتينيه. لا ننسى هذه الامور ولا بد من ربطها. الان مع نكت البوليزاريو لعهودها ومع انهيار خروجها من اتفاقها مع الامم المتحده، هي تحتاج إلى عنصر بشري له صفتين. أولا لابد أن يكون طفلا لينتج صورة في المخيال العالمي. ما هؤلاء الذين كانت أعمارهم 10 سنوات و14 سنة في 1991 الآن هم رجال في الخمسينات في الأربعينات، يصعب الدفع بهم يعني لقناعاتهم، لتشكل وعيهم في مناطق متعددة من العالم، وهم الآن الذين يشكلون جبهة حقوق الإنسان، وهم الآن مناضلون. إذا الآن الجبهة من ورائها الجزائر هي تحتاج إلى حطب، تحتاج إلى يعني مصطلح اقتصادي، ولكن إلى موارد بشرية. لهذا ولكن هذا الذي تسبب الحطب بالنهاية هو يحرقها هي. بالضبط، لأن هنا الخطورة الأمر، وهنا أهمية الموضوع الذي يطرح للنقاش، وليس طرفا أن نطرح للنقاش العمومي وللرأي العام الدولي هكذا موضوع، لأن الآن البوليزاريو في 2021 تزج بالأطفال بمنطقة 1973 و1975 و1980.